73 صباحا العدو رفع حالات استعداد القوات الجويه بتاعته الحاله الكامله، الا ان برضه لم يتمكن من صد الضربه الجويه المركزه او منعها او اعادتها من تنفيذها. الضربه ديت انا بعتبرها مفتاح النصر للقوات المسلحه، مش بقول ان القوات الجويه هي اللي جابت النصر القوات المسلحه، لا، القوات المسلحه كلها مشتركه هي اللي ادت الى نصر الكوخ، لكن القوات الجويه بضربتها الرئيسيه ساعتين فتحت باب النصر لقواتنا المسلحه، فتحت باب النصر لبلدنا، فتحت باب النصر